مرحبا بكم في قناة أم إسلام. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيك عادي، مقادير مضبوطة ووصفة ناجحة 100% كتستحق التجربة. البنات خليكم معايا، ندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير البنات، عندي كاس الزيت، كاس الحليب، كاس اللاروب سنيدة، عندي 3 بيضات، 3 أكياس خميرة الحلويات، الفاني 3 أكياس، معلقة كبيرة من الخل ورشة ملح. بالنسبة للدقيق على حسب الخليط، أنا كتكفيني زلافة. خليكم معايا ندوزو للتحضير. بعد ما خلطت المكونات كنصب الخليط في اناء، وكناخدو الدقيق بشويه بشويه.
بعد ما خلطت الدقيق دابا غادي ندير معلقة كبيرة ديال الخل، صافي. كناخد المول ديالي اللي دهنتو من قبل بالزبدة ورشيته بشوية ديال الدقيق، وغادي نخوي الخليط. الفرن اللي غيكون سخنتو من قبل، نهز شوية باش هاد الشكل. المهم الحباب، هذا هو الشكل النهائي. كيجي الكيك ديالي رائع وبنين، كنتمنى يعجبكم وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش يوصلكم ديما الجديد، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.